هدية العيد أطلقتها بلدية رام الله بموسم عيد الميلاد المجيد، والهدف من هذه المبادرة هو رسم بسمة أو فرحة على وجه من وجوه أطفالنا أو عائلاتنا ميسورة الحال. كان المفروض أنها تكون عند الشجرة الصناديق هاي، ولكن لسوء الأحوال الجوية والأمطار تم تدخيل هاي الصناديق اللي راح تضم الهدايا في دار بلدية رام الله. فإحنا بنستقبل المواطنين وأي متبرع بدار بلدية رام الله، ما بنستقبل أي تبرعات مادية، هي فقط ممكن تكون بلوزة، ممكن تكون هدية ألعاب، ممكن تكون بنطلون، ممكن تكون طاقية جاكيت، أي إشي يكون جديد نقدر نساعد فيه أي طفل محتاج. إحنا أحوج ما يكون في هذا الظرف للتضامن الإنساني، لأنه نتضامن نوقف مع بعض ولو بإشي بسيط يعني موجود عندنا أو منقدر نشتريه ونساهم ونساعد عائلة محتاجة. الحلو يوم ما طفل صغير يجي يتبرع لطفل تاني، الحلو إنه العائلات هنا تشعر مع بعض، وهاي لأول مرة عم نطلقها المبادرة وحابين إنه الكل يشاركنا فيها. فهاي دعوة من خلالكم لكل المواطنين اللي بيقدر يجي يتبرع، إحنا موجودين هون ل 28/12، فبقدر الناس يجوا يحطوا هداياهم يتبرعوا فيها، وبعدين إحنا رح نقوم بتوزيعها من خلال فريق قوارب. كبلدية رام الله بنحب نعيد كل المواطنين، نحكي لهم شكرا على هذا العام اللي كان مليء بالمصاعب والتحديات إلنا وإلكم، شكرا على تعاونكم ومبادراتكم اللي كانت جميلة ورائعة خلال هذا العام. بنتمنى شفاء لكل المرضى والمصابين، وإن شاء الله العام الجديد يكون عام أحسن وسعيد على كل المواطنين.